لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة يا الله بارك الله فيك اور اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما کہ اللہ شرائع پاک کی برکت کا ثواب اور اس تبرک کی برکت کا ثواب اور اس خوشبو کی برکت کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں پہنچے اور ان کے وسیلے سے جملہ انبیاء السلام کے روحِ پاک کو پہنچے صحابہ اکرام کے روحِ پاک کو پہنچے اولیاء اکرام کے روحِ پاک بالخصوص بالخصوص میرے حضرت پیر مشکور کے روحِ پاک کو پہنچے بالخصوص میرے حضرت دادا پیر مشکور شکور تاج الاولیاء لاہوری کی روح پاک کو پہنچے اور بالخصوص میرے حضرت پردادا پیر نبی رضا خان صاحب سلطان الزمان لکھنوی کی روح پاک کو پہنچے بالخصوص بالخصوص چاروں خاندان کے حضرات قادری چشتی نقش بندی شوہر وردی کے بزرگوں کی روح پہ یا اللہ سلام پاک کے تبرک کے خوشبو کی برکت کا ثواب پہنچے بل مومنین والمومنات بل مسلمین والمسلمات کل امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پہ یا اللہ سلام پاک کے تبرک کے خوشبو کی برکت کا ثواب پہنچے سبحان رب رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین